تتبعت بعض الأحاديث، تتبعت بعض أرامن في هذا العصر، وجدت عنده أوهام يعني ما يقع فيها أصغر طلاب علم الحديث صراحة، ما يقع فيها أصغر طلاب علم الحديث. وأعرف أنا مكمن الوهم من هذا وأمثاله، مكمن الوهم من هذا وأمثاله أنه لا يأخذ بل ولا يجري على لسانه اسم عالم من المتأخرين كابن حجر وغيره فضلا عن المعاصرين، وإنما يأخذ برأي من المتقدمين. عجيب، المتقدمون يختلفون في الحكم على الحديث باعتبار فلان، يعني بعض الرواة يوثقه ابن معين ويضعفه الإمام أحمد، ما هو أخذ أنا على حسب ما أهواه ثم إذا بأخذ بهذا الحديث والله قال ابن معين في هذا الرجل ضعيف وانتهى الأمر. ثم أيضا الأسانيد، يعني ما أضي سند واحد، يعني أعتبر لو أن علم الحديث بهذه الطريقة من حين ما أنظر إلى السند بارك الله فيك أحفظ التقريب ولا التهذيب وانتهى الأمر، كل ما مر عليه من سند والله الحديث هذا ساقط يوجد فيه عبد الرحمن الإفريقي مثلا هو صحيح حديث التتبع، وإلا ما تعب الألباني رحمه الله سنين طوال وغيره كم ما تعبوا القدامى مثل الإمام أحمد مثل ابن معين مثل البخاري ابن المديني مثل الشيخ الإسلام المتأخرين ابن القيم وابن حجر وذهبي، وذلك ما يذكرون هؤلاء، لا يذكرون هؤلاء المتأخرين لأنهم لا يرونهم شيئا أو لا يرون طريقتهم صحيحة. سبحان الله، هذه الإشكالية في البخاري وفي مسلم، والغريب ليست أحاديث استدركت على البخاري ولا على مسلم، يعني لو استدركت نقول نعم سبقهم أناس لكن لم يستدرك عليهم، أحاديث لم يستدرك ووقفت على بعض الأشياء. يا أخي قبل ما تحكم يا أخي حقق ثم انسب إلى علماء قبلك حتى يطمئن الناس، يعني لما تأتي بحكم غريب وعجيب تذكر هذا وتفند فيه وتقول وقال به فلان من العلماء المقبولين لدى الناس، ما تقول أنا، من هو أنت صراحة، من هو أنت؟ كسب ثقة الناس بعلمك ما تأتي بين عشية وضحاها ولا بين يوم وليلة، نعم تأتي بسنين طوال لما تعرف أنك حريص على اتباع الدليل وعلى الحق وأنك حكيم يقبل كلامك في المستقبل لأنك تقول حق، ما قبل كلام شيخ الإسلام على أنك كلام شيخ الإسلام، لا لأن حق. ابن القيم نفس القضية وهكذا، ولذلك هؤلاء لا يرون الألباني أي قدر ولا قيمة.